تعالوا نروح لمحمود جميل زميلنا ونتابع أعمال حصاد وتوريد القمح في محافظة القليوبية. القمح الليلة ليلة عيده، يا رب تبارك وتزيده. ده لسان حال كل المزارعين احتفالا بعيد حصاد الذهب الاصفر. محصول القمح مش مهم بس للمزارعين، لكن لينا كلنا الحقيقه، لانه بيحقق مفهوم الامن الغذائي، وطالما القمح بخير يبقى موسم الخير هل وطل. وحصاد القمح في كل المحافظات بيكون ليه استعدادات خاصه، وكمان الفرحه اللي بتعم على الجميع. واحنا معاكم من محافظه القليوبيه هنرصد ليكم تفاصيل حصاد القمح وتخزينه كمان في الصوامع، تحديدا من مدينة أها. فتعالوا بينا نشوف حلاوة وجمال الأرض وهي متزينة بالذهب الأصفر. محافظة القليوبية من المحافظات اللي فيها إنتاجية كبيرة جدا في محصول القمح، بنتكلم تقريبا عن 40,000 فدان المساحة المزروعة لإنتاج ومحصول القمح داخل محافظة القليوبية. والحقيقة في تسهيلات كتيرة جدا متقدمة للمزارعين وتشجيع كمان على زيادة الإنتاجية، لكن خلونا نعرف مزيد من التفاصيل مع المهندس رجب غنيم وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية. برحب بحضرتك يا باشمهندس واهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم على حضراتكم وعلى جميع مصر كلها، وكل سنه وحضراتكم طيبين. حضراتكم شرفتونا ونورتونا النهارده. يعني خلينا في البدايه تطمنا عن المساحه اللي مزروعه في محافظه القليوبيه، الانتاجيه قد ايه، والمساحه اللي مزروعه قد ايه، وهل في فرق عن السنه اللي فاتت ولا لا؟ بفضل الله تعالى يمكن المساحات مقاربه لمحات السنه اللي فاتت، ما قلتش اي حاجه ان شاء الله. يعني احنا مقاربين تقريبا ل 40,000 فدان موجودين في محافظه القليوبيه. احنا الدوله المصريه مقدمة دعمها الكامل من قبل زراعة القمح لإخواتنا وأبواتنا المزارعين من خلال الحرس ومن خلال التسوية بالليزر. كان في مساحات تسوية بالليزر مجاني من قبل الدولة بدون أي أجر. كان في موجود السطارات اللي بتزرع فدان القمح ب 200 جنيه للفدان. طبعا 200 جنيه ده سعر لا يذكر بجوار لما أنا جبت عمال تزرع محصول القمح. كنا برضو موفرين التقاوي الممتازه من قبل وزاره الزراعه، موفرين الاسمده لاخواتنا المزارعين، الندوات الارشاديه المستمره من بدايه الموسم. وطبعا سعادتك عارف ان كل منطقه لها حاجه اسمها سياسه صنفيه. السياسه الصنفيه دي بتكون المنطقه دي ملتزمه بيها ان هي ما يعني انا عايز اقول اصناف الصعيد ما ينفعش ازرعها في القليوبيه، والعكس برضو صحيح. احنا مع المزارع من بدايه الموسم حتى نهايته. برضو بفضل الله تعالى يمكن القياده السياسيه دعمت السنه دي المزارع كما وعدت في البدايه. كان سعر الارداب العام الماضي ب 1600 جنيه، السنه دي ب 2000 جنيه. بنناشد بقى من خلال قناتكم المحترمه ابواتنا واخواتنا المزارعين، بنقول نورد بقى يعني ايه، ندي بقى خلاص الدوله حقيقيه ادتنا طول السنه بتدعم فينا. احنا كل ما فيه انا بورد القمح وباخد سعر ممتاز، ودي حاجه مش يعني مش كتير على دولتي ان انا اورد القمح بتاعها وورد لاباتنا واخواتنا. برضو بوصيهم من خلال قناتكم ان هم لابد من التوريد للصومعه. هل فرق عن السنه اللي فاتت الانتاجيه؟ فرقت عن السنه اللي فاتت ودلوقتي ما عندناش اصابه 0%، وده برضو مفضل ربنا علينا ان احنا موجودين طول السنه. وكنا حتى موفرين مبيدات المبيدات الحشاش العريضه والرفيعه، او لو في اصداء الحمد لله ما عندناش اي اصابه. المحصول مبشر جدا بالخير ان شاء الله. حابب اتكلم مع حضرتك عن الحقول الارشاديه، اهميتها وهل بتساعد في زياده انتاج القمح؟ كان عندي اكثر من 300 حقل ارشادي السنه دي من خلال برضو الحمله القوميه للقمح. يمكن الحقول الارشاديه برضو من ضمن الدعم، وزاره الزراعه بتدعم ابهاتنا وخدت المزارعين. الحقل الارشادي ده مجانا، بياخد تقاوي القمح بتاعته مجانا عشان ازرع مصاطب وعشان ازرع حقول اسمها حقول ترشيد الميه. دي برضو كل الدنيا كلنا بنقول نقطه الميه اغلى من نقطه الدم، مهمه جدا ان انا بتجه للري الحديث. وبرضو بقول لاخواتنا وابهاتنا ما زلنا بنقول ونوصل على طول اتجاهنا للري الحديث، بوفر ميه وباخد انتاج عالي جدا ونبات خالي من المبيدات وصحي وامن ان شاء الله. ازاي بيتم تشجيع المزارعين على زياده الانتاجيه، واللي حصل طبعا من قبل حضراتكم في التسهيلات المقدمه ليهم لزياده وتشجيعهم طبعا على زياده انتاج محصول القمح؟ انا مع المزارع من قبل الزراعه، بقول له يعني ايه سياسه صنفيه، ما اجيبش اصناف من بره ازرعها بكيفي، لا اتبع تعليمات وزاره الزراعه. بكون عامل معاه ندوات الارشاديه المستمره، عامل مع جالس اداره الجمعيات، بنزل للمزارع اقعد معاه في الحقل واقعد معاه واقول له بازرع في الميعاد المناسب، بختار التقاوي المناسبه، ارض تكون صالحه
كل دي عوامل بتأدي إلى نجاح المزروع في الآخر. بمناسبة الأصناف يا باشمهندس، حابين حضرتك تقول لنا إيه الأصناف اللي مزروعة من القمح في محافظة القليوبية؟ في 71، عندي ساخة 95، عندي مصر 3، عندي مصر 4، عندي سيسة 14. هي دي الأصناف اللي الدولة أو اللي وزارة الزراعة وصية بيه. منظر القمح حلو قوي هنا كده في الارض اللي احنا موجودين فيها. الارض دي فيها حوالي 7 فدادين مزروعين قمح، والحقيقه يعني في مجهود كبير بيتم من صاحب الارض سواء في الزراعه او حتى في الحصاد، وهو هيكون معانا دلوقتي طبعا نعرف منه يعني كل التفاصيل الخاصه. الحاج عزت، طبعا برحب بيك يا حاج عزت، وصباح الخير عليك وكل سنه وحضرتك طيب. طيب وانت طيب وخير. ازاي بقى بدات في موسم الحصاد من بدايه يعني زراعه القمح لحد دلوقتي وانت بتجني بقى الشكل الجميل والحلو للقمح؟ احنا ابتدينا طبعا بتجهيز الارض، ما بتوع الزراعه جم عملوها وظبطوها والبليزر، ورحت جبت التوام الجمعيه وجينا زرعنا، وبقوا يجوا يشوفوا مثلا ايه ترش امتى يشرب امتى كده، يعني بتوع الزراعه اللي عندنا بتوع الجمعيه. ولحد النهارده بقى، واليوم النهارده في الحصاد ان شاء الله. الانواع المزروعه عندك اللي هي مصر 1 وجيزه 171، دولت ما بيجيلهمش صدى وحلوين وفي المنطقه بتاعتنا دي. بتاخد كام يوم كده لحد ما تحصد كل المحصول؟ حضرتك انا ان شاء الله باذن الله هحصد النهارده الاربع اهوت، قدامي بالظبط 5 ايام وهبتدي ادرس بقى. لما بيجي بقى موسم الحصاد، الموسم ده بالنسبه لكم يعني عارفين ان هو عيد ليكم طبعا، يعني بيمثل لكم ايه وانتوا يعني اكيد بتبقوا مبسوطين؟ عيد وخير جاي لنا وجاي للبلد. كان في ندوات توعيه او ارشاديه بتتم من مديرية الزراعه؟ حضرتك بتوع الزراعه كانوا بيجوا هنا القمح مثلا ايه رش اسقي، استلم ما تسقيش في الوقت الحار، ما تسقيش في الهواء عشان ما هو حضرتك واقف كله الحمد لله ما فيش الا يعني حاجات ما تذكرش اللي هي وقعت من الهواء، بس دي اضطر ان انا اعملها بقى بالمنجل، اجيب الرجال واعملها. قول لنا بقى امنيتك ايه في عيد المزارعين اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، وامنيتك كمان للسنه الجايه؟ ربنا يا رب يجعل مصر خير لها وللبلاد اللي حواليها بحق جاه النبي يا رب. المجهود الكبير اللي بيتم في زراعة محصول القمح من قبل المزارعين كان لابد ليه طبعا من الإجراءات اللي تحافظ على المخزون ده بعد طبعا عملية الحصاد فيما يتعلق بالتخزين والحفاظ كمان على جودته، علشان كده الدولة أولت اهتمام كبير جدا بالنقطة دي وتم إنشاء الصوامع الجديدة اللي هتحافظ طبعا على زيادة إنتاجية القمح وكمان على جودة محصول القمح، وده اللي طبعا حصل في كل المحافظات بإنشاء عدد كبير من الصوامع. وإحنا موجودين في إحدى الصوامع في محافظة القليوبية وتحديدا في صومعة بنها، علشان نتعرف على الإجراءات اللي بيتم اتخاذها طبعا لعملية توريد القمح وكمان تخزين القمح في الصومعة، وده اللي هنعرفه من مدير صومعة بنها المهندس طارق شلبي. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس، وأهلا وسهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب طبعا، لانه عيد طيب. المزارعين وبيكون في طبعا اهتمام كبير جدا من حضراتكم بعمليه التوريد والتخزين. اولا حبيب طبعا نوضح للساده المشاهدين اهميه وجود الصوامع في تخزين محصول القمح. طبعا الصوامع المعدنيه لما دخلت الخدمه غيرت الاستلام خالص للقمح، كان زمان في الشونه الترابيه كان بيحصل فاقد حوالي 30%، دلوقتي الفاقد بيوصل عندنا 0%. طبعا عندنا جميع المعدات والميكنة الحديثة اللي بتحافظ على القمح من اول ما يخش من المزارع، ما يخش من المزارع في اول الموسم لحد ما يصرف، وممكن يقعد معانا هنا لحد 12 شهر محافظين على القمح بنفس الجودة بتاعته لحد ما يخرج من الصومعة. في نظام شفط أتربة بيسحب الأتربة من القمح وداخل الصومعة،
في نظام متابعه درجات الحراره، في تهويه للقمح، في ممكن اقدر ابخر القمح في اي وقت لو في اصابه. بنستخدم اساليب حديثه، كل حاجه تكنولوجيا حديثه وكلها مميكنه، مفيش تدخل بشري من اي عامل. بعد ما بيتم عمليه التخزين، ايه اللي بيتم بعد كده فيما يتعلق بقى بالتوريد او التصدير او يعني خروج محصول القمح من الصوامل؟ انا ببدا في خلال الموسم من يوم 15/4 لحد يوم 15/8 ببدا اخزن القمح بتاعي. بعد كده بعد ما بيتخزن بيتعمل توجيه للمطاحن بتيجي تصرف من عندي هنا في الصومعه. طبعا خلال الفتره ديت انا بحافظ على القمح هنا في الصومعه، متابع درجات حراره، التهويه بتاعته، لو في اصابه بعالجها، بحافظ عليه لحد ما استلمه المطحن زي ما دخلي في اول الموسم. دي لجنة فرز القمح، بيتم بنفتح الساعة 7-8 الصبح، بتتفتح الصومعة وبنبدأ استلام القمح، بتدخل العربية بناخد بياناتها، بيانات التاجر أو الفلاح، وبنبدأ نسحب عينة وبعدين ناخد نفرزها، نعمل لها درجة رطوبة، الرطوبة المسموح بها في التعليمات اللي بنزلها وزارة التموين أخيرها 14، أعلى من 14 بيتم رفض العينة. بعدين بنفرزها وبنديها درجة نقاوة، درجات النقاوة محدداها وزارة التموين، السعر 23.5 درجة سعرها 2000 جنيه، 23 سعرها 1950 جنيه، 22.5 سعرها 1900 جنيه، دول ثلاث درجات النقاوة اللي في القمح بس. وبعد كده العربية بتاخد درجتها وبتتم تروح تدخل على النقرة، بتتم بتتفضى على النقرة وخلاص بتمشي على كده، واحنا بقى بنعمل لها محضر فرز وكده خلاص، يبقى العربية انتهت، بنشوف اللي بعدها بقى. المواعيد من 8-6 المغرب إن شاء الله. كل عيد بيبقى ليه مظاهره المبهجة الحلوة، وعيد المزارعين من الحاجات المبهجة الجميلة هنا في صومعة بنها، كل العربيات اللي حضراتكم شايفينها، فده بيدل على مدى إنتاجية القمح ووجود عدد كبير ومساحات مزروعة كبيرة، وجود عدد كبير من المزارعين. وخليني دلوقتي أن أنا أتكلم مع أحد المزارعين والموردين كمان في محصول القمح. صباح الخير وبرحب بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. طيب، احنا عارفين ان هو عيد ليكم طبعا، يعني حصاد القمح، كلمنا عن المساحات المزروعه عند حضرتك وكمان عمليه التوريد ازاي بتباشرها وبتيجي هنا في صومعه بنها علشان طبعا تسلم محصول القمح. هو هنا بالنسبه للمحصول بالنسبه للمساحه، احنا يعني زارع مساحه كويسه، وبالفدان الانتاجيه السنه دي هتبقى احسن من عم نول، يعني الفدان ممكن يخش في حوالي 20 اردب يعني او اقل شويه، لان الجو كان مناسب والانتاجيه كويسه جدا، والمساحه القمح يعني مزروعه كتير، القمح هيبقى توريد اكتر على اساس ان الرد سعرها مناسب وبرضه الذره سعره مناسب. وهنا الاستلام في الصومعة ومدير الصومعة واللجنة اللي موجودة لجنة كويسة، وإن شاء الله يبقى موسم كويس وموسم قمح كويس بمشيئة الله تعالى. القمح الخير موجود، بس اللجنة هنا كويسة، معنا الأستاذ طارق قائد صومعة بنها، راجل محترم عاوز قمح علشان كمية القمح بتاعتنا احنا المحل بتاع مصر أحسن من اللي بيجي من بره. في فرق عن السنة اللي فاتت 500 جنيه، السنة اللي فاتت كان 1500، السنة دي 2000 جنيه. فطبعا في مورد بيورد، وفي مورد بيورد نص الكمية ونص الكمية يخليها لبيته وكده يعني، بس الخير موجود يعني. نتمنى من ربنا لزيادة الخير تعم على مصر وإننا مواطنين، وزيادة الخير دي بتعم على الدولة وعلى المواطنين وعلينا كلنا. بنستلم القمح من الفلاح وبنجيبه هنا لحد الصوامع، بنخش على لجنة الفرز، بيبقى مكونة من هيئة الرقابة على الصادرات أو بالمسمى القديم، أو هي دلوقتي بقت اسمها سلامة الغذاء، ومندوب وزارة الزراعة، ومندوب الصوامع، ومندوب وزارة التموين. بتخش اللجنة بياخد عينة تفاعلية من العربية كلها، من الحمولة كلها اللي محملة، وبتفرز اللجنة وبتاخد درجتك. الدرجات هنا 23-23.5 و22.5، ده اقل درجة. انت كمورد بقى وما بين المزارعين كلهم، شفت ايه الاختلاف السنة دي عن اي سنة؟ هو يمكن فرق السعر السنة دي اعلى من السنة اللي فاتت، يعني في فرق حوالي 500 جنيه عن السنة اللي فاتت، فده عامل مشجع الفلاح انه يورق كل الكمية اللي عنده. الاجراءات التيسيرية اللي بتتم هنا بقى اخبارها ايه؟ هنا الاستلام بيتم، بتاخد درجتك وبتحول لك الفلوس على الحساب بتاعك في البنك،
في خلال 48 ساعة و 72 ساعة بالكثير بيكون فلوسك موجودة في الحساب بتاعك. بنروح نستلم فلوس من البنك اللي انت تابع ليه. مشروع الصوامع فرق معاكم؟ اكيد اكيد طبعا، وبتحفظ القمح لفترة طويلة باختلاف الشون الترابية والهناجر اللي كانت موجودة قبل كده. بما اننا بيعتبر في عيد المزارعين، ايه الامنية اللي بتتمناها؟ والله اتمنى الرخاء للمزارعين كلهم، وان الدولة تهتم، يعني عايزين اهتمام اكتر بالمزارع، توفير الاسمدة وتوفير التأول الصالحة والوقاية من الافات والحشائش والحاجات ديت. وزارة الزراعة تهتم اكتر بالفلاح على اساس ان احنا نحسن من انتاجنا ونبقى عندنا احتياطي بتاعنا وكل حاجتنا موجوده.